بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نرحب بكم في المحاضرة الأولى من برنامج الإيتاب. في المحاضرة دي إن شاء الله هتكلم عن introduction عامة بالنسبة لبرنامج الإيتاب النمذجة. هتكلم عن program setup، كيف ننسج البرنامج، كيف نعمل له كراك. هنتكلم برضو عن الكونسبت of analysis and modeling، المفهوم بتاع التحليل والنمذجة. هنتكلم برضو عن structure response to load. What type of analysis should be carried out? Physical object-based modeling analysis and design. الobject المفترض نعمل لها analysis وديزاين دي. Physical حتكون كيف، أشكال حتكون كيف. لازم إحنا نعرف الحاجات دي قبل ما نتطرق للنمذجة أو نتطرق لبرنامج الإيتاب ونبدأ مشروع جديد. هتكلم عن كيف نختار النظام الإنشائي. بعد ذاك هنخش للبرنامج، هنعمل introduction للإيتاب. بعدها هنشوف الإيتاب سكرين User interface هتكون كيف. بعدها حنمشي لهاو تو ستارت ا نيو موديل. فملاحظين قبل ما نعمل هاو تو ستارت ا نيو موديل تطرقنا لبرامج انا بفتكر انه هي اساسيات لازم اي زول يعرفها قبل ما يمشي لشنو للبرنامج. اذا احنا مشينا للبرنامج من غير فهم ما حيكون في فايده. حنمشي له كاننا اي تي يوزر. طيب البروجرام سيت اب الانستاليشن والكراك بتاعه ما حتكلم عنهم عشان ما عايزين الزمن بتاع الفيديو يطول. حنبدأ بالكونسبت بتاع الاناليسيس والموديلينج ان شاء الله، حنواصل في بقية المواضيع. في البداية حنتكلم عن البرنامج الايتاب. هو قلنا اختصار ل Extended 3 Dimensional Analysis of Building System. الشركة اللي عملت برنامج الايتاب اسمها شركة CSI. CSI هي شركة خاصة بالبرامج الكمبيوترز في الجانب بتاع الاستراكشر. نمشي لهيستوريك باكجراوند بالنسبه لبرنامج الايتاب. اول نسخه او الفكره بتاع برنامج الايتاب جاءت في عام 1975، وهي عباره عن فكره بتاع طلاب ماجستير عملوا مشروع تكلم عن المفهوم بتاع ان يجيبوا برنامج يعمل اناليسيس وديزاين. وفي شغلي او رسميا عملوا اول نسخه عام 1985 من الامثله لمشاريع تنفذت او اتحللت تصمم برنامج الايتاب هو برج خليفه المعروف. طيب شركة CSI عندها كمية من البرودكتس والمنتجات غير برنامج الإيتاب مثل الساب 2000 CSI بريدجز سيف برنامج البيفورم 3D و CSI كورم. كل برنامج من البرامج دي عنده استخدام معين. نمشي لحاجة تانية دي نفس المقدمة، انه اول نسخة كانت في جامعة بريكيلي في USA 1984 وعملوا منها ميني كوبيس افتر. يعني النسخة اللي حنشتغل بها في الكورس عبارة عن فيرجن 18. قلنا ما مشكلة، يعني إذا في زول مثلا عنده فيرجن 16 ممكن يشتغل معانا، فيرجن 15 ممكن يشتغل بس حيلقى برضو في أيقونات مختلفة. طبعا فيرجن 18 أضافوا عليها حاجات إضافية كثيرة يعني هنتكلم عنها لقدام ما لي نشغل بها هسي. البروجرام أفيلابل إن تو بريدكتس. لما عملوا برنامج الإيتاب عملوه نسختين، النسخة الأولى خاصة باللينير أناليسيس تحليل الخطي، النسخة الثانية خاصة بالنون لينير أناليس. All copies based on finite element theory. كل النسخ قائمة على نظرية العناصر المحددة. حنتكلم عن نظرية العناصر المحددة اللي قدام إن شاء الله. قلنا CSI أشهر ثلاثة برامج لها هم برنامج الساب 2000، برنامج الإيتابس، وبرنامج السيف. الثلاثة برامج دي قائمين على نظرية واحدة، نفس الفكرة ونفس المفهوم. يعني إذا أنت بتعرف ساب الإيتاب حيكون لك أسهل، تعرف إيتاب برنامج السيف حيكون لك أسهل، أو نفس الواجهة نفس الحياة كثيرة بس في تخصصية بالنسبة للبرامج دي. ما داري ناخد في الموضوع ده كثير عشان زمن الفيديو. المهم الساب بيتميز بال 2D Analysis، الإيتاب 3D Model Analysis، السيف بيتميز بالتحليل بالبلاطات بالفاونديشن، عنده كفاءة عالية بأنه يصمم بلاطات فاونديشن بغض النظر عن نوع شنو، باي فاونديشن ايزوليت كومباين درافت كله. برضو البلاطات لو كانت ريبت لو كانت هورس لو كانت فلات. برنامج الايتاب حاليا النسخ الفيرجن الحديثه من برنامج الايتاب تقدر تعمل كل الحاجات دي. تقدر تحلل اذا كان فاونديشن ممكن تصمم بها بلاطات، دي النسخه بتاعه 18. 15 و 16 ممكن تصمم بلاطات وفما فوق، يعني ممكن تحلل وتصمم بلاطات. لكن برضو ستيل برنامج السيف هو كفاءه عاليه في تحليل تصميم البلاطات والفاونديشن. برنامج الساب انه مختص عنده كفاءة عالية في التحليل الـ 2D Analysis،
عشان كده دائما بنلقى انه برنامج الساب استخدموه في الجزء الريسيرش او الجزء النظري، بيبرز دار تعمل ورقة علمية كده. برضه عنده كفاءة عالية في التحليل للقشريات للستيل. طبعا كل برنامج ده عنده مميزاته، ممكن ككوكتيل الزول يستخدمهم كلهم كده المشروع بيطلع مشروع تمام. طيب حنجي لحاجة تانية، حنتكلم عن المشروع. المشروع التسلسل بتاع المشروع زي ما عارفين كلنا انه بيتكون من اول حاجة الكلاينت اللي هو المالك. الكلاينت مع الاركيتكشر مع المعماري بكون الكونسبت اللي هو المفهوم انه عايزين يعمل شنو. مثلا الكلاينت عايز يعمل مستشفى، عايز يعمل هوتيل، عايز يعمل كوميرشيال تاور. المهم الكلاينت والاركيتكشر بيكونوا الفكرة او الكونسبت فانكشن بتاعت المبنى او المشروع بتاعنا. بعد ده بتيجي الخطوة بتاعت الاستراكشر. الاركيتكشر والاستراكشر بيعملوا ديفلوب للكونسبت. الاركيتكشر والاستراكشر ديفلوب. بعد الاستراكشر يكمل الديزاين، تيجي الخطوة بتاعت الام اي بي اللي هي الميكانيكال والالكتريكال والبلمبر، ودي خدمات المباني. بعد ده بيجي الجزء بتاع الانتيرير ديزاين والتشطيبات والتصميم الداخلي. طبعا في حاجات تانية هنعرفها اللي قدام بعد ما نعمل الانتيري ديزاين، ما خلاص معناه كده المشروع اكتمل. لا، حاليا في المباني الذكية في جزء بتاع اي تي، كل حاجات جات جديدة في العصر الحديث. طيب بالنسبة لل هتكلم شوية عن موضوع الاستراكشر والام اي بي. طيب في تقنية حديثة بيكون كلنا سمعنا بها انها تقدر تجمع لي كل الحاجات دي في سكشن واحد، يعني الاركيتكتشر الاستراكشر الام اي بي الانتيريور ديزاين كل الحاجات دي في نفس الموديل، وهي تقنية البي اي ام. طيب هل الايتابس من اذا سألنا هل الايتابس من برامج البي اي ام؟ للناس اللي ما عارف البي اي ام هي شنو، هي بيلدينج انفورميشن موديلينج، وهي تقنية حديثة عبارة عن تقنية ما برنامج، تقنية جواها برامج تقدر تخلي انه الاركيتكتشر والاستراكشر والام اي بي والانتيريور ديزاين كل السيكتور اعملوا في نفس الموديل او اعملوا في نفس الزمن. اذا جه تحديث في المعماري حدث اوتوماتيكلي في كل التحديثات، ودي وفرت جهد ووفرت زمن ووفرت تكلفة ووفرت حاجات كثيرة حاليا في العالم. طيب برنامج الايتابس النسخة 2018 اضافوا عليه حاجات يعني جد رائعة كثيرة شديد، فبيتمكنك انه تدخل في النمذجة او تدخل في البرنامج بتاع البي اي ام، تشيل الموديل بتاع الايتابس وتدخل مع الاركيتكتشر والديزاين والانتيرير والام اي بي كلهم يشتغلوا في نفس الزمن. حنمشي لموضوع تاني وهو الاستراكشرال انجينير ريسبونسبيلتي. انت كمهندس انشائي، طيب الوظيفة بتاعتك بالضبط هي شنو؟ يعني احنا كتير مننا في السودان الحي دي عاملة لنا هاوس بتلقى انه الزول بس عايز يمشي في مجال لكن ما عارفه بالضبط المجال ده هيعمل فيه شنو. يعني تخصصنا مثلا في جامعات فيها تخصص، في جامعات ما فيها تخصص، في زول بعد الجامعة بيمشي في تخصص معين لكن ستيل هو ما عارفه دار يصل وين او هم دار يعمل شنو. طيب عشان نعرف الاستراكشرال انجينير ريسبونسبيلتي في مصادر كثيرة، اهمها انا بعتبر انه مصادر المواقع بتاعت التوظيف زي موقع بيتكم زي موقع انديد. ممكن الناس تخش المواقع دي تفتش في الجوبس، تكتب structural engineer، تخش في الجوب ديسكريبشن بتلقى كل الديسكريبشن او المطلوب انك انت كمهندس انشائي انك تعمل شنو. طيب ما حنشغل بيها زماننا هنا، زمان الفيديو ممكن الناس تقراها في الملف بتاع البي دي اف. طيب عندي المين جوب بتاعت structural engineer او بتاعت المهندس عموما، يعني بغض النظر عن التخصص بتاعه، انه لازم يحقق ثلاثة حاجات كلنا عارفينها اللي هي الامان، الاقتصاد، الاستخدامية أو serviceability. طيب structural engineer must make balance between safe and economic، يعني المهندس الإنشائي لازم يقدر يوازن بين الأمان وبين شنو الاقتصاد. وديك طبعا ما دار شرح كلنا عارفينها، انت بتصمم مبنى ما ممكن تاخد فيه 20 سيخة وهو 10 سيخات ممكن تشيل لك، ما ممكن تعمل العمود 60 في 80 وهو 60 في 30 شيل معك. الحاجة دي واضحة تمام، يعني لازم تحقق الجانب بتاع الاقتصاد مع الجانب بتاع الأمان. كمان ما تمشي تنقص بالحاجة دي السيخ بتاع السقفة تقول لا أنا في عايز أعمل اقتصاد، في نفس الوقت لازم تتأكد تماما
انه هو سيف. نجي لموضوع تاني، من موضوع ال type of buildings هنمشي فيها سريع، انه كلنا عارفينها انه ال concrete building، ال steel building، timber building، الماسونري اللي هي ال load bearing، مشاريع كتيرة او منشآت كتيرة حسب ال الماتيريال بتاعتي او حسب اي تخصص. طيب دي بريفيو لنوع المنشآت. طيب نتكلم شوية عن المشروع بتاعنا اللي هنشتغله. هنعمل full design of residential building consists of four story. هنتكلم او هنطبق في مشروع سكني تكون من أرضي وأربع طوابق. الكود اوف براكتس هنستخدم الكود الأمريكي والكود البريطاني. ده بالنسبة للديزاين. بالنسبة لللوتس أو الأحمال برضو هنشوفها في الـ CE710، وده كود الأحمال بالنسبة للكود الأمريكي. هنشوفه في الـ BS6399، وده كود الأحمال بالنسبة للكود البريطاني. إن شاء الله إيزول يعني ما مشكلة، أنت قارب أي كود، أنت عندك خلفية عن أي كود ما مشكلة، هنتناقش كلنا، احنا هنتناقش في الكودين ديل بالنسبه للاحمال، بالنسبه لللود، بالنسبه للاليسيس، بالحاجات كده. طيب ناخذ مقدمه عن الكونكريت. زي ما عارفين كلنا ان الكونكريت تتكون من اربع حاجات اللي هي الاجريجيت، الساند، السمنت، والووتر. تمام. الاجريجيت عندها كود خاص بيها، طبعا ده بالنسبه للبريطانيين. في الامريكان برضو عندهم كودز للماتيريال، البي اس 822 ده بالنسبه للاجريجيت، كلها عندها مواصفات. طبعا الحصى والرمل والمويه برضو عندها كود، عندها مواصفات معينة. أتمنى إن الحياة تتطبق في السودان. الخلطة دي، الخلطة كونكريت ميكس، تديني إما اف سي يو إذا عملت الاختبار بتاع الضغط بالنسبة للبريطاني، أو اف سي داش إذا عملت الاختبار بتاع الضغط بالنسبة للكود الأمريكي. الاختبار الأسطوانة واختبار الضغط بتاع المكعب. نجي لحاجات مهمة جديد، وهي اعتبارات وقواعد مهمة في برنامج الإيتاب. أنا بقترح إنه الحاجات دي الناس تمشي تقراها بالراحة، يعني هتشيل منها زمن كتير، زمن الفيديو حيزيد والحاجة دي هتزيد الميجا بايتات. اللي هي جملة الإحداثيات، الجلوبال كوردينيت سيستم اللي هي الإكس والواي والزد، لازم انت الناس تمشي تقرا الكلام ده بالراحة يا جماعة، بالراحة بالراحة، لأنه هو مهم شديد وداخل معانا في الفهم بتاع النمذجة. دي جملة الإحداثيات العامة، الجلوبال اللي هي تتكون من إكس وواي زد. عندنا جملة تانية، جملة إحداثيات خاصة اللي هي الواحد والاثنين والثلاثة. دي الحاجة اللي بيفهم بيها مش الإيتاب، كل برامج التحليل والتصميم الإنشائي بتفهم بجملة الإحداثيات العامة والخاصة، والحاجة دي قايمة عليها نظرية العناصر المحددة أو الفاينايت إليمنت ميثود. يعني إذا قدرت تمثل ممبر معين مثلا بيم، برنامج الإيتاب بيفهم لك إنه عنده بداية وعنده نهاية، بيفهم لك إنه هو قاعد في لوكال حقه براو بيتكون من واحد واثنين وثلاثة، وبيفهم إنه عنده جلوبال أو إحداثي جنرال عام واللي هو الإحداثي العام اللي هو الإكس والواي والزد. طيب إذا جينا تكلمنا عن العقد والعناصر الرابطة، قلنا هي تلعب دور أساسي في النموذج اللي هي جوينت والبوينت، بتربط بين العناصر، بتقيد أو بتقيد النموذج عند العقد باستخدام المساند والنوابط تمبل سبورتد وهكذا. العقدة في حالتها الافتراضية ما بتمثل مفصل، بتطبق الحمولات عليها وبتتركز فيها الكتل، وتعتبر العقد هي المواضع الأساسية في المنشأ. السلوك بتاع العقد تمام، وكيف هي مهمة ليه؟ لأنه إحنا بنعمل جوين بين ممبر وممبر، مثلا إذا كان فريم بين عمود وبيم في بياناتهم جوين، دي اللي إحنا قاصدينها هنا، فالناس تمشي تقرا الموضوع ده عشان تفهمه أكتر. طيب برضو هنتكلم عن المحاور المحلية للعناصر. أي عنصر يا جماعة عنده محاور محلية خاصة بيفهم بيها الإيتاب. مثلا العناصر الإطارية هي الكاميرات والأعمدة والروابط، وهو العناصر المائلة عندها أسماء واتجاهات للمحاور. العناصر الإطارية في منشأ إطاري مؤلف من كاميرات وأعمدة، ده الشكل اللي قلناه قبل شوية، في بداية وفي نهاية، اللي هي عقدة في البداية عقدة في النهاية. عندي أكسس 1 2 3 لوكال، عندي أكسس إكس واي زد جلوبال. الحاجة اللي بعدها بتكون الاتجاهات الموجبة الافتراضية للمحاور المحلية الإطارية، وكذلك ألوانها، الألوان بتاعتها في البرنامج. الحاجة دي هنستفيد منها بعدين لما ندخل في التحليل والتصميم، عشان كده اتكلمت عنها قبل ما نبدأ في النمذجة في البرنامج. الناس تمشي تقرأ مثلا الكولم، الاتجاه الموجب للمحور واحد عنده لون براو، الاتجاه الموجب للمحور اثنين، المحور ثلاثة. غالبا المحور واحد بيكون أحمر، المحور اثنين بيكون أبيض، المحور ثلاثة هو بيكون باللون الأزرق الفيروزي. ده بالنسبة للأعمدة.
بالنسبة للبيم برضو عندها ألوان. بالنسبة محل البريسس اللي هي العناصر المائلة، تمام. بالنسبة للعناصر القشرية اللي هي الأريا إليمنت. بالنسبة للوولز كلها قاعدة. الناس يا جماعة تمشي تقرا الكلام ده بالراحة، عشان بعدين لما نبدأ في النمذجة ونبدأ في التحليل والتصميم الحاجة حتظهر لنا. يعني احنا زي فهمنا اللوكال اكسس والجلوبال اكسس، ما حتواجهنا مشكلة بعدين في كيف نقرا النتائج، كيف نقرا نتائج التحليل، كيف نقرا نتائج التصميم. هتخلينا انه احنا بننمذج المشروع بتاعنا بيفهم، يعني احنا بننمذج واحنا فاهمين احنا بنعمل في شنو. طب اللي يلون الايتابس البلاطات بلون افتراضي رمادي، والجيزان اللي هي الابيان بلون اصفر، والاعمدة بلون اخضر، ويرمز الجيزان افتراضيا. طيب الحاجة احنا بنستفيد منها في شنو؟ يعني انت اذا رسمت مثلا حاجة غلط تلقى اللون بتاعها اختلف. اذا صدرت مثلا من برنامج تاني ورسمتها ببروبرتيز معينة، اذا اللون بتاعها ما نفس اللون دي، هنشوف الحاجات دي قدام كلها ان شاء الله. بيقسم الايتاب عن عناصر القشريات تقسيم اوتوماتيك، ده حاجة نتطرق لها. ان احنا بنستخدم الفاينايت اليمنت، والفاينايت هي عناصر محددة، معناها لازم اعمل تقسيم للممبرز بتاعي. كل الكلام ده حنجي له بالتفصيل ان شاء الله في المحاضرات الجاية. درجات الحرية هي حاجة مهمة جدا. قلنا اي عقدة تكلمنا عنها قبلا هي تتكون من 6 درجات حرية متاحة في حدها الاعظم. يعني انا اذا عندي عقدة قاعدة في الفراغ، او مثلا عندي بيم عنده عقدة في البداية وعقدة في النهاية، طيب الحركات الممكن تحصل في البيم في العقدة الاولى هنا شنو؟ اكيد حتكون اما دورانات، او اذا حد دورانات في الثلاثة لوكال اكسس واتجاهها وديسبليسمنت، او اذا حد في برضو المحاور بتاعته، معناها عندي 6 درجات حرية. معناها انا اذا غيرت العمود، ثبتت العمود بتثبيت تثبيت تام في نقطة معينة، معناها عملت شنو؟ غيرت العمود، معناها خليته لا يكون عنده دورانات ولا يكون عنده شنو؟ ديسبليسمنت. الحاجة دي اذا فهمناها لقدام ما حتواجهنا مشاكل. برضو لازم نقرا درجات الحرية انواع شنو؟ فعالة، مقيدة، درجة حرية مربوطة، وهكذا. الناس لازم تمشي تقرا الكلام ده بالراحة. في درجة حرية معدومة. اذا جينا خواص المقطع العرضي، هي مجموعة من الخواص الهندسية. طيب خصائص المادة، هي فيها معامل المرونة، معامل القص، الكتلة الحجمية، الوزن الحجمي. كلنا الحياة دي لقيتنا في الاستراكشر اوف ماتيريال. لازم خصائص المواد لما نجي نعرفها في برنامج الايتاب نكون احنا فاهمين احنا بنعرف شنو، لانه بيبني عليها التحليل، بيبني عليها التصميم، بيبني عليها كل الحاجات اللي احنا نشتغل عليها. تحرير النهايات مش نقرا عنه كويس، انه بيتم نحرر النهايات. طيب عندما تشترك عدد عناصر في نفس العقدة، فانها بتشترك في كل درجات الحرية. يعني العقدة دي لو ملاحظين اشتركت فيها شنو؟ درجات الحرية. فاذا تحركت هتحرك في نفس الاتجاه، بنعمل لها ريليز، والحاجة دي حنشوفها لقدام ماذا نعقد الموضوع من هسه. حملت الوزن الذاتي. الوزن الذاتي هو قوة موزعة على طول العنصر، وقيمتها تساوي الوزن الحجمي لمادة العنصر مضروب بمساحة المقطع. عشان كده لما نعمل موديل في الإيتاب هو بيحسب الوزن الذاتي. ليه؟ لأنه هو أصلا قوة موزعة على طول عنصر، وأنا حديه طول وقيمته تساوي الوزن الحجمي لمادة العنصر في المساحة. أنا حديه مساحة، وفي الـ في الـ في الماتيريال عرفت له، زي ما قلنا في خواص الماتيريال قبل شوية عرفت له الماتيريال، فأكيد هيحسب لي الوزن الذاتي. هنشوف الحاجة اللي قدام في معامل تصعيد فاكتورات، هنشوف برضو ده قدام ان شاء الله في المحاضرات الجايه. طيب دي الحمولات المجازيه، تستخدم لتطبيق قوه مركزه وعزوم مركزه في مواضع كيفيه من العنصر الاطاري وصيغه الامر في برنامج ايتاب. هو هنجي لها بعدين دي، انه الحمولات في الاطارات اللي هي الفريمز، سواء كانت عمود او سواء كانت بيم، هتكون كيف لاين لود وهكذا. طيب نجي لموضوع مهم جدا، هو موضوع الـ Building Structure Modeling and Analysis Concept، المفهوم بتاع النمذجة عموما هيكون كيف. طيب عندي Overall Design Process لأي مشروع ما بتخلو من هذه الخطوات، اللي هي أول حاجة هنا الـ Conception. طيب دي مهمة الإنشائي هنا، يعني المشروع خلاص جه للإنشائي في الـ Conception بتاعه، معناه مهمته إنه أول حاجة يعمل له Modeling، تمام. نعمل له بعد ذاك Analysis، Design، Detailing، Drafting، Costing. الموديلينج ما ضروري يكون بالإيتاب، نفهم الحاجة، يعني ما خلاص نتعلمنا إيتاب معناها كل الموديلينج تكون بالإيتاب، لا، في برامج بتاعت موديلينج كثيرة. أنت حاول شوف البرنامج المناسب
لكل للمشروع. طبعا اي مشروع عنده برنامج مناسب، مرات تجمع بين البرامج، لما نقول مثلا لتاب افضل من الريفيت، او الريفيت افضل من الروبوت، او هكذا. طيب كل الحاجات دي حسب المشروع، يعني بتبدا بالموديلنج، تمشي الاناليسيس، الديزاين، بعد ذاك الديتيلز، الدرافتنج اللي هو الشغل بتاع الطباعه والرسم، خلاص الموضوع ماشي لانه برينت اوت، والكوستنج بعد ذاك حاجه. بعد ما الحاجات دي كلها نجي نعمل له شنو حساب الكميات بتاعه. والحاجة برضو ممكن تكون عكسية، يعني ممكن نبدأ بالكوستنج، يكون أنا عايز مشروع في حدود 10 مليار مثلا، أبدأ بالكوستنج، بعد ذاك أبدأ ممكن أعمل درافتنج، بعد ذاك أمشي أعمل موديلنج، تشيك، أعمل أناليسيس، أجي أشوف الدرافتنج هل تشيك معي ما تشيك، أعدل. فالعملية بتاعة الديزاين أو البروسيس بتاعة الديزاين ممكن تكون شنو عملية عكسية زي ما حتشوفوا في المشاريع إن شاء الله. طيب نجي لموضوع إنه building is an assembly of various systems. المنشأ أو المشروع عموما بيتكون من حاجات معينة، هي ال basic functional system دي بتكون بين المالك والمعماري في ال structural system اللي اتفاق ال plumbing تكلمنا عنها قبل شوية. لما نجي لل component بتاعت المبنى أو المنشأ في حد ذاته، بنلقاه إنه هو عبارة عن إما يكون 3D وهو بيتكون من الفلور diaphragm، دي الفلور سيستم بتاعته، بيتكون من فريم. الفريم عبارة عن شنو؟ أعمدة وأبيام تكون من البلاطات بتاعته، عندي الفاونديشن تحت، طيب ديها البيم، الكولوم، التو وي سلاب، الفلات سلاب، البايل كابس، الشير وول، الديب بيمز، الايزولات فوتنج، الكومباين فوتنج، الراف فاونديشن، دي كلها حاجات مكونة للمشروع بتاعنا، احنا ممكن نصممها ونعمل لها اناليسيس وديزاين. طيب نجي للاستراكشر ريسبونس تو لود، وده انا بعتبرها اهم نقطة في الليكشر عشان نفهم الـ 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 كيف بعدين نقرا النتائج في برنامج الليتاب. لازم نفهم الحاجة انه عندي اكزيتيشن، عندي ستراكشر، عندي ريسبونس. طيب ستراكشر بغض النظر عن شنو، مبنى فولاذي، مبنى بتاع كونكريت، whatever، بيدخل عليه اكزيتيشن، حاجة داخلة عليه اللي هي اللودز الداخلة عليه، اما تكون فايبريشن او تكون لودز عادية لايف لود، ديد لود، سنو لود، او تكون فايبريشن اهتزازات، او تكون سيتلمنت اللي هي هبوط، او تكون سيرمال تشينج تغيرات حراره. ما في حاجه غير الحاجات دي بتدخل على المشروع او اي مشروع في الدنيا تدخل عليه الحاجه. الفايبريشن طبعا داخل فيه الزلازل، داخل فيه الرياح، داخل فيه باقي الحاجات. طيب تصرف المنشا، تصرف المنشا هو بيعمل لي ريسبونسز اللي هي بتجي اما في شكل ديسبيسمنت، ازاحات واجهادات وانفعالات، في شنو ستريس ريزلتنت، محصله بتاعت اجهادات. طيب معناها عندي لوتس دي الاستراكشرال موديل اللي انا بعمله. طيب فاينايت اليمنت ميثود والاناليسيس تول بتاعتها، فاينايت اليمنت اناليسيس ديسكريتايز سوليوشن تو كونتينيوم بروبلم يوزين فاينايت. بنقسم المشروع بتاعي او الاوبجكت بتاعي بقسمه لنقاط بقدر احسب فيها بعدين لكل نقطه الديسبيسمنت، احسب فيها الازاحات، احسب فيها بقيه الحاجه. طيب إذا جينا ده الكوانتم بتاعي اللي هو 3D كوانتم موديل ككتلة، طيب بتكون أو بقدر أعمل كونتينوس موديل أوف ستراكشر. بجي بقسم الموديل، لو ملاحظين قسمنا الموديل ديسكريتايز موديل أوف ستراكشر، دي الجفرن باي الجبريك إيكويجنز، ودي إيكويجن بتقسم ليش شنو المنشأ، ودايما بيكون في شكل مصفوفات. طيب دي الكلاسيكال، دي المعادلة بتاعت الأكشن ستراكشر، بقدر أنا أحول الستراكشر بتاعي لمعادلة، تمام؟ اللي هي عشان احول الاستراكشر لمعادله لازم يكون عندي اسامبشن، افتراضات معينه، عندي اكوليبريم، عندي ستريس سترين لو، عندي كومباتيبلتي. ما دام الموضوع ده كتير، الحاجه دي قايمه على نظريه الفاينايت اليمنت. بيجيني الاستراكشر الموديل هو عباره عن الكي في الار سمول يساوي الار كابيتال، ودي هي المعادله الجبريه اللي هي بتتكون من انه الكي هي الاستيفنس الساعه بتاعت المنشا، الار هي الريسبونس او الفورسز، الريسبونس يمكن تكون ديسبيسمنت قلنا، ممكن تكون شنو دورانات سيتا، او ممكن تكون دي. الار هي عباره عن اللود سيركزيتيشن الداخله على المنشا بتاعنا، معناها قلنا لودز، تمام؟ بيجي المنشا بيديني ديفورميشنز، مصطلح ديفورميشنز ما ديسبيسمنت بس، تشوه عام في المنشا ممكن يجيني في اي شكل من الاشكال. طيب دي الاف
إذا مثلناه بزنبرك، إذا ضغطت على الزنبرك حيدخل لجوا حيكون ديسبليسمنت. الجساء بتاعت الزنبرك هي اللي خلت الديسبليسمنت تكون بسيطة أو كثيرة. طيب ستراكشر الاكسبيشن. طيب إذا جينا للموضوع بتاع الاكسبيشن حمثله بحاجتين، إما يكون ستاتيك أو دايناميك. الاستراكشر حمثله بإنه إما تكون إلاستيك أو إن إلاستيك، يعني المشروع أو الاستراكشر بتاعي. طيب الماتيريال بتاعته هي اللي بتحدد لي إنه إلاستيك ولا إن إلاستيك. بعد ذاك بتجي الريسبونسز، التصرف بتاع المنشأ إما يكون خطي، أنا عارف إنه المنشأ ده هيتصرف كيف، أو يكون لون نون لينير، ودي هنشوفها هسه بعد شوية. طيب الاكزيشن دي اللودز ما تكون ستاتيك لود او دايناميك. طيب فصلنا اللود في حاجتين، ستاتيك او دايناميك، داخل عليها كل اللودز الحاليه عندي. طيب دي الديسكريتايزيشن اوف كونتينوس. طيب دي الجنرال سوليد، عندي دي بتكون من ممبرين بانل، دي البليت او سلاب، دي الشيل. طيب الممبرين بانل، طيب ممبرين معناه شنو؟ لو ملاحظين الثلاثة حاجات دي بتشابهوا كأنهم بليتس، طيب لكن التصرف بتاعهم ما واحد، دي سميناها ممبرين لأنه التصرف بتاعها إن بلين، وهي بتشيل الأحمال الأجزية الأونلي. دي سميناها بليت، ودي عبارة عن أوت أوف بلين. طيب أوت أوف بلين وإن بلين، إذا أتخيلنا إنه الموضوع ده كأنه ورقة، طيب إذا شدينا الورقة من الاتجاهات الأربعة دي عبارة عن إن بلين، إذا جات أي فورسز داخلة في البلين لتحت او لفوق دي بتكون اوت اوف بلين، ودي بيحصل لها قلنا اونلي بيندينج. شيل هي الان بلين والبيندينج، كانه الشيل هي بتمثل التصرف بتاع الحاجتين الاثنين ديل. عشان كده لما نمشي بعدين نعمل موديلنج او نعمل نمذجه، لما نجي لموضوع انه عايزين نمزج بلاطه، نمزجها شنو؟ انا نمزجها من برين، نمزجها بليت، نمزجها شيل. اذا نمزجناها شيل افضل، ليه؟ لانه كأنه جمعنا بين البيهيفير بتاعت الحاجتين دي. معناه انت لما تمشي بعدين انت نمزج اشياء، انت هتكون فاهم انت انك انت نمزجت اشياء لشنو. عشان كده انا بحبيت يعني ابدا بالبرنامج ده قبل ما نمشي للشغل بتاع التاب والنمزج. بعد ذاك عندي الدايمنشن اوف اليمنت، 1 دي اليمنت، 2 دي اليمنت، 3 دي اليمنت. ده البريفيو هنا واضح انه العناصر هي فيها هتكون دايمنشن واحد، فيها 2 دايمنشن او 3 دايمنشن. طيب دي توضيح اكتر لل 2 دايمنشن و 3 دايمنشن، توضيح للممبرين للبليت للشيل. الفريم عن جريد، طيب ده 3 دي فريم هيكون بالشكل ده، دي 2 دي جريدز، دي الجريدز او المحاور، دي 2 دي فريم، فريم يكون 2 دي عليه لود معين. طيب دي الممبرين، دي الخصائص كلها الممكن نجدها في البلاطة الممبرين، أو أي شكل عرفناه ممبرين فيه الخصائص. هنطول زمن الفيديو الناس تمشي تقراه. طيب دي السويل، دي السويل ستراكشر ان الى انتراكشن. طيب التربة، موضوع التربة وما أدراك ما التربة ده موضوع كبير، اللي هو احنا بيهمنا في موضوع الأساسات، إما سيمبل سبورت أو إلاستيك سبورت اللي بيكون فيه سبرينج. يمكن يعني نعرف التربة كأنها سبرينجز يوزنج موديلس اوف ستيب جريد رياكشن، أو نعرفها فول ستراكشر سويل موديل، 3 دي سوليد اليمنت أو 2 دي بلين اليمنت. طبعا في برامج مخصصة للحاجة دي زي برنامج الأباكس، برنامج الأنسيس، بيقدروا يعملوا موديلينج للتربة بالشكل ده. ما أدري إنه طول زمن الفيديو. طيب نجي نشوف نوع التحليل المناسب اللي أنا ممكن أعمله على المنشأ بتاعي شنو. كنا تكلمنا عن الإكزيتيشن وعن التصرف بتاع المنشأ من قبل، فالحاجة دي معتمدة عليها. يعني أول شيء معتمد على اللود مع التحليل، وبيعتمد على الاستراكشر ذات الماتيريال بتاعتها والجيومتري بتاعها، الشكل الهندسي بتاعها، بيعتمد على الريسبونس بتاعتها. معناها تبغى للحاجة دي هنجي نشوف انه البيزك اناليسيس تايب ممكن تجيني في الشكل ده، يعني اما الاكزيتيشن استاتيك والاستراكشر الاستيك والريسبونس لينير. معناها الاناليسيس تايب هيكون استاتيك الاستيك لينير. عندي 4 استاتيك و4 دايناميك، جدول نمشي نشوف ونقراه بالراحة في الملف بتاع البي دي اف المرفق. طيب عندي some more solution types للاناليسيس، دي ادفانس، هي البي دلتا اناليسيس، البكل اناليسيس، الاستاتيك دي خاصة بالنون لينير، في الدايناميك اناليسيس، ريسبونس سبيكترام، والستيت ستيت دايناميك اناليسيس،
دي كلها خاصة بالمنشآت اللي بتكون هاي رايز بيلدينج. دي مقارنات ناس تمشي تقرأ، مقارنة بين الاستاتيك والديناميك، ودي مقارنة بين الإلاستيك والإن إلاستيك، ودي مقارنة بين اللينير والنون لينير. دي الإلاستيك والنون إلاستيك، ملاحظين دي الأكشن والديفورميشن، بيكون في خط زي التصرف بتاع الستيل، بيكون هو نون لينير وإلاستيك. بعد ذاك لو جينا للفيزيكال أوبجيكت، يعني الأشكال اللي بتكون في الإيداب حتكون شكلها كيف، إنه تكون مكابل تنشن أو سكيلتال، هو المشروع اللي بيكون مثلا فريم ستراكشر أو سيرفيس أو سوليد ستراكشر أو مشروع يكون ميكس. هاي ممكن نوضحها بالأشكال دي، الأشكال دي توضحها أكتر. دي الكابل، دي البار، دي السيرفيس، دي السوليد. طيب إذا جينا لحاجة تانية واللي هي اللود ترانسفير باس للجرافيتي لود. طيب اللود حيكون كيف بالنسبة للمنشأة؟ إنه تايب بتاع الاستاتيك لود زي ما عارفين كلنا، إنه إما يكون لود بوينت أو يكون لاين لود أو يكون اريا لود أو يكون فوليوم. الميكانيزم and bus must be found to transfer those loads to support، يعني لازم الميكانيزم اللود باس يكون جاي من فوق لحد الأساسات. كل المعلومة دي كلنا عارفينها. طيب نجي لموضوع تاني هو اللود ترانسفير باس، تكلمنا عنه قبل شوية. السبورت may be represented as point support، برضو line support، يعني إذا عندي point load أكيد حيكون عنده point support، عندي line load حيكون عنده line support، عندي area حيكون عنده support، عندي volume حيكون عنده support. البوينت دي support اللي بيكون إما يكون fixed أو يكون simple. اللاين دي طبعا ممكن نمثلها بالفاونديشن، يعني البوينت ايزوليت، اللاين تكون ستريب فاونديشن، الاريا تكون رافت، الفوليوم نجي نمثل التربه كانها فوليوم ببرامج تنمزج لي التربه. دي الاشكال بتاعت اللوت. طيب دي الاوبجكت في الايتاب حتكون بالشكل ده. عندي البلانك هي ممكن نمثلها وان واي سلاب، عندي سلاب ممكن تكون وان واي او تو واي، عندي دك هو الاسبيشال وان واي سلاب، عندي الوول دي معروفة انه ممكن نمثل شير وول او نمثل دي بيم او نمثل انفيل بانيل. انفيل بانيل تقريبا زي الكارتين وول او زي الماسونري. عندي الفريم هي الكولم او البيم والبريس. عندي الفاينايت اليمنت دي مكونة من الشيل والبليت والممبرين والبيم والنود، اتكلمنا عنها. معليش يا جماعة المحاضرة معطى شوية، لكن الحاجات دي مهمة شديد لازم الناس ترجع عليها، حتى قاعدة في البي دي اف ممكن الناس ترجع تشوفها. نجي لآخر حاجة وهي السلكشن اوف ستراكشرال سيستم. عندي بيزك كونسبت وكونسيدريشن معينة ممكن اخدها في الحسبان، كيف اختار نظام انشائي. ده طبعا موضوع يعني تكلموا فيه كتير واتغالطوا فيه مهندسين وطلعت عليه اوراق علمية كتيرة، لكن في حاجات الناس ما بتختلف فيها، حاجات ثابتة ممكن الناس تمشي تقراها، اللي هي بتبدأ بالاركيتكشر معماري وبتنتهي بالكومن سنس. يعني بتبدأ بالمعماري اللي هو بيدينا المفهوم انه المالك عايز شنو او كأنه بمثل المالك، بتنتهي بالكومن سنس او الفطرة السليمة، انه ما تجيب لك حاجة مشاترة، يعني ما تجيب لك نظام انشائي هو خارج نطاق المألوف. تقريبا تاني ما باقي لنا حاجة الستراكشر سيستم. السلكشن بتاعه هيكون كيف واتكلمنا عنه. طيب دي الفيرست بيج بتاعت برنامج الايتابس، تجي بالشكل ده، تجينا بالشكل ده. اذا احنا مفعلين النت او النت فاتح هتجي الفيديوهات دي كلها، هتظهر لك الواجهة بالشكل ده. طيب دي الايتابس سكرين، فيها التول بارس، فيها المنيو بار، في المودل اكسبلورال، كل الحاجات دي هنتطرق عليها وحنعرفها ان شاء الله بتفصيل اكتر. كيف نبدا مشروع جديد؟ اول حاجه حنعرف الديفاين يونتس. طبعا يا الناس ما تستعجل، حنشوف الموضوع ده هسه في البرنامج النيو موديل كويك تمبلت. ممكن نبدا من تمبلت قديمه وممكن نعمل الحاجات دي برامج. الديفاين كيف نعرف الجريد سيستم والستوري داتا ديفينيشن. طبعا ده يا مع بريفيو، لما نفتح البرنامج الحياة دي كلها هتوضح لنا شنو بطريقة أسهل إن شاء الله.
شكرا لكم، معليش يعني الفيديو زمنه طويل شوية، لكن دي حاجات لا غنى عنها ولازم كلنا نكون عارفينها.